ما نضربش هاك نضرب بالدفع هاكا هو اصلا تلقاه دايرها نضرب بالدفع باش هاد الجسم الغالب يخرج ما كانش نعاود نجي بطريقه تهملش ونجبده كي نجبده بطريقه تهملش هاد الطريقه هادي مجديه لخروج الاجسام الغالبه صايب هادي بالنسبه لاختناق بجسم غريب ما قلناش اختناق بغازات ولا اختناق الازرق هادي بجسم غريب حبه بيستاش ولا حبه بيستاش لك تريح هاك صايب هنا ثاني مره رانا في اصابه وظائف الحيويه.